اكيد طبعا بنتابع في الصوره مع حضراتكم، وطبعا توجه النادي الاهلي ليه يعني التدريب الاساسي او الرئيسي، حضراتكم عارفين يمكن التدريب كان المفروض هيبقى يوم الجمعه على الملعب الرئيسي، لكن انشغاله بمباراه بطوله افريقيا. النهارده النادي الاهلي كمان بيقوم بتدريبات يعني زي ما انت قلت سهام بكامل الملعب، مساحه الملعب كلها، علشان ده رؤيه فنيه ان اللعيبه تدوس في الملعب، تدوس في ارض الملعب كلها. تقسيمه قويه النهارده كانت موجوده، النهارده الفريق يمكن المريخ هيخوض المباراه بدون اي غيابات. عندنا كمان على مستوى الضغوطات، وده اتكلمنا مع ضيوفنا ان المريخ ما عندوش حاجه يخسرها، نادي المريخ خرج من السباق من بدري شويه، فده عامل ذو حدين. العامل الاول انك بتلعب مع فريق مش خسران حاجه، فريق عايز يستعيد الثقه طبعا، ومش هيلاقي افضل من النادي الاهلي انه يكون يعمل عليه مباراه كبيره ان شاء الله ده ما يتحققش. وكمان على مستوى المدير الفني اللي بيامل كمان انه يعمل نتيجه طيبه رغم الاداء الهزيل في مشوار دور المجموعات، لكن عنده امل كبير جدا انه يعود الثقه لجهازه ولاعيبته عن طريق مباراه النادي الاهلي، وبذلك مباراه صعبه. وده اللي اكد عليه النهارده موسيماني لما عمل محاضره فنيه قصيره مع اللعيبه قبل طبعا يعني انطلاق المباراه، تحدث الجهاز الفني مع اللعيبه اكيد اهميه المباراه، واكيد اتكلم على لازم نكون مركزين بشكل كبير جدا جدا، لازم كمان نحترم الخصم بشكل كبير جدا. موسيماني كمان قال للعيبه ما ناخدش نتائج نادي المريخ او فريق المريخ في دور المجموعات ونفكر فيه، لا احنا بنفكر في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان احنا ان شاء الله نقدم مباراه قويه جدا على مستوى الاداء، على المستوى النتيجه ده كمان مهم جدا، حسم التاهل لدور الثمانيه. وعلى الجانب الاخر كمان ان شاء الله باذن الله يعني كل دوت انذار شديد اللهجه باذن الله لكل الفرق ان النادي الاهلي كمان يفوز بره ارضه، احنا دايما بنقول الفوز خارج الارض بيكون مهم جدا. موسيماني كمان زي ما قلنا انه هو بنفسه كمان عمل معاينه للملعب، ملعب الجوهره الزرقاء يمكن عمل معاينه كده وداس في ارضيه الملعب شويه قبل مران الفريق النهارده. وكمان يعني حرص موسيماني على كمان غرف الملابس، كل الحاجات اللي تخص الملعب والاستاد كان حريص كمان ان هو يعدي عليها. النهارده المران كان فيه مسانده كمان كبيره جدا، حضراتكم عارفين جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم، النهارده كمان الجاليه المصريه المتواجده في السودان كانوا حريصين جدا على التواجد في مدرجات ملعب الجوهره الزرقاء، بيساندوا الفريق وبيشجعوهم، وده بيبقى شيء ايجابي جدا بيحفز اللعيبه بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله يظهروا بالمستوى المطلوب بمستوى النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله تكون مباراه رائعه على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه يا رب ان شاء الله.